نرحب فيكم مشاهدينا في حلقة خاصة. هذه الحلقة بالتأكيد قبل ساعات من العملية التي تجسد وجه من أوجه الديمقراطية عندما يختار الشعب الكويتي من يمثله تحت قبة عبد الله السالم. وبالتأكيد الإعلام أحد هذه العناصر اللي يعكس هذه الصورة الديمقراطية وهذا العرس الديمقراطي اللي تعيشه دولة الكويت. تواجدين معكم اليوم في هذه الحلقة في المركز الإعلامي المتواجد في الشيراتون. بالتأكيد تغطية إن شاء الله راح تكون جدا مميزة بوجود نخبة من الإعلاميين. أكيد احرصوا أنهم يكونون متواجدين داخل دولة الكويت ليروا هذه العملية الانتخابية ويعكسونها إلى العالم أجمع. بالتأكيد خلوني أرحب باسمي واسمكم بضيوفنا المتواجدين معنا في هذه الحلقة. الدكتور سعيد شحاتة من البي بي سي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة لندن. مرحبا فيك دكتور سعيد. أهلا بك يا أستاذ أسماء. وأيضا السيد كميل شلالة، رئيس تحرير The Middle East Time وشبكاتها الإلكترونية. هلا فيك. أهلا. وأيضا السيد خالد الدهر، مدير تحرير صحيفة عكاظ السعودية. أهلا أختي. أهلا وسهلا فيكم، جدا سعداء أنكم متواجدين معنا تعكسون هذه الصورة الديمقراطية للعالم أجمع من شتى أكيد الدول العربية. حاستكم تكونون متواجدين داخل دولة الكويت أكيد لتروا سير هذه العملية الانتخابية. بداية دكتور، يعني ننطلق معك دكتور سعيد في هذا السؤال. اليوم يعني أبناء الكويت يقفون خلف القيادة السياسية لتصل دولة الكويت إلى بر الأمام، كيف ترى هذا الارتباط بين الشعب وحكومته؟ يعني العلاقة القريبة إنجاز التعبير أو الديمقراطية بين الشعب والحكومة بدأت يعني منذ أمد بعيد، منذ عام 1930 عندما أنشئ المجلس البلدي، عندما ارتأت القيادة في ذلك الوقت أن يشارك الشعب في صنع السياسة التي تؤثر عليه، وبالتالي وتوجد هذه التجربة بمجلس الأمة بعد دستور عام 1962. وكما أكد ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر صباح أن نزولا على رغبة الشعب عندما حل البرلمان، تم حل البرلمان من أجل أن يختار الشعب اللي هو بجدد وتبدأ العملية السياسية من جديد. وبالتالي كل هذه الأمور تؤكد أن العلاقة بين الشعب والقيادة هي علاقة على تناغم، وأن الشعب يثق في القيادة السياسية التي تضع المصلحة العامة هي نصب عيونها. وبالتالي قيام الشعب يعني التعويل الآن على الشعب. القيادة السياسية وفرت الأجواء المختلفة من تغطية إعلامية، من مراكز اقتراع، من قوانين تقلل من التجاوز أو الانتهاكات التي يمكن أن تتم، وبالتالي الكرة الآن في ملعب الشعب أن يقوم باختيار النواب الأصلح الذين يمثلونه لتحقيق التعاون المستقبلي بين الحكومة والمجلس حتى يتم استمرار عمل المجلس دي الفترة الكاملة. الكويت لها خصوصيتها يعني كمجتمع عربي ومجتمع خليجي تحديدا، يعني لكن شلون قدرت من وجهة نظرك دولة الكويت أنها تكرس تجربة الديمقراطية مع مراعاة هذه الخصوصية، خصوصية المجتمع الكويتي للمرأة الكويتية؟ نعم، للمجتمع الكويتي. للمجتمع الكويتي والحقيقة القيادة الكويتية ما فينا إلا نشكرها ونحييها على كل اللي عم بتقوم فيه تجاه المجتمع الكويتي. ومثل ما سبقنا يمكن ذكرنا إنه الكويت فعلت كتير وزرعت إنسانيتها، زرعتها في العالم، وهذا طبعا بشهادة الأمم المتحدة وسمتها للكويت المركز الإنساني للإنسانية في العالم. وبالطبع لما هذا الشيء انعكس إيجابا على المجتمع الكويتي، يعني اليوم العالم الغربي بيشهد وبيشيد بالمجتمع الكويتي وبالقيادة الكويتية، لأنه الحقيقة هالشيء اللي عم بيصير من قبل الكويت تجاه العالم نحن بنعرف قاعدين بالغرب وبنعرف هالمساعدات الإنسانية اللي عم تروح من الكويت، هيدي يعني زرعت بكل زاوية ببلاد الغرب، وهيدي صارت يعني مثل نور بالظلام للظلام، يعني فيها ما في واحد يعني هيدي يتركها ويعني إنه إلا ما يشهد لها. من هون أنا بقول إنه الكويت لازم يصير فيه تصحيح للمسار، لازم يصير في تصحيح للمسار، وإن شاء الله الانتخابات القادمة ب 29 الشهر إنه يتم هالتصحيح ويكون في تصحيح للمسار للمستقبل حتى الكويت تنهض وتتطور وتكون هي ميزة بين كل دول العالم، مش بس بدول المنطقة، بين كل دول العالم.
ننتقل لك أكيد أستاذ خالد من خلال أكيد تواجدك معنا واطلاعك على أكيد تاريخ دولة الكويت، كيف ترى الإنجازات الدستورية الديمقراطية أيضا داخل دولة الكويت؟ أولا ما في شك أنه الديمقراطية هي بيقام عليها دول، نعم، وكثير من الشعوب بتطالب بهذه الديمقراطية كونها تمنح الحق التصويت وتمنح حق إعطاء الرأي ومحاسبة القيادات والمسؤولين إذا أخطأوا. فالديمقراطية دائما هي، والدستور الذي يدعم هذا التوجه هو أيضا لمصلحة الدولة. بالنسبة للكويت، طبعا الكويت مرت بأزمات كثيرة يعني وقادرة أنها تعود وعادت. المرحلة الحالية الآن اللي إحنا نعيشها، نعم، مختلفة عن جميع المراحل السابقة. يعني سبق إن تم حل المجلس 8 مرات، وكان هناك في ديمقراطية وكانت تدعم، لكن كان في خلل، وكان يعني حاولت تنجح من جهة وكان في ناس بيفشلوها من جهة أخرى. صراعات وتصعيد سياسي دائما كان يحصل في المجالس السابقة. المجلس الحالي أنا أرى تفاؤل كبير جدا من الشعب الكويتي، من خلال أصدقائي اللي قابلتهم في الكويت، من خلال الإعلاميين، من خلال الشارع الكويتي، جميعا متفائل بهذه الانتخابات بأن تكون مختلفة عن السابق. لا سيما أنه البيان السامي ذكر أنه أحسن الاختيار، يعني ترك الكرة في ملعب الشعب. أحسن الاختيار بعيدا عن القبلية، عن العرقية، عن أي شيء يدعو إلى التحزبات. أحسن الاختيار، الجيد اختاروه بصرف النظر عن أي أسماء أو أي ألقاب. لذلك أنا أيضا متفائل، أنا أعتبر نفسي من أبناء الكويت، وأكيد حضرتك وأسعد في نجاح هذه الدولة وأسعد في رفاهية المواطن، لأنه هذا كله ينعكس علينا إحنا كدول مجاورة. أكيد. لذلك أنا متفائل مثلكم، وأنتظر يوم 29 بفارغ الصبر لتحقيق هذا المنجز العظيم الذي إن شاء الله حيخدم البلد بشكل أفضل. أمين. عن السابق. نعم أكيد إن شاء الله مستكملين معكم هذا أكيد اللقاء وهذه الحلقة الخاصة بتواجدكم معنا. مشاهدين إن شاء الله راح نرجع لكم ونستكمل بقية المحاور من بعد هذا الفاصل. رجعنا معكم مشاهدينا في هذه الحلقة الخاصة، وأكيد وجود إعلاميين متميزين داخل دولة الكويت ليروا سير هذه العملية الانتخابية. دكتور نرجع معك أكيد من بعد الفاصل. ذكرت نقطة جدا مهمة أثناء حديثك، يمكن إذا تذكر من بداية الحوار، عن نزاهة هذه الانتخابات، يعني حرص دولة الكويت على هذه الإجراءات، يمكن شفت من قبل وزارة الداخلية داخل دولة الكويت وكثير من الأمور. كيف ترى نزاهة انتخابات مجلس الأمة 2022؟ يعني هناك كما ثبت في الصحف الكويتية وبعض الحوارات مع بعض الإخوة في الكويت أن هناك محاربة، يعني في ظاهرة زي ما قلت، هناك بعض النواقص في أي تجربة، هناك ظاهرة شراء الأصوات، الحكومة والقيادة تحارب ذلك، وبالتالي هناك اتجاه لمنع هذه الظاهرة. هناك بعض، يعني الحكومة ليس مسؤولة أو القيادة عن تصرفات بعض الأشخاص، وبالتالي أن تقوم القيادة السياسية بعمل قوانين وإجراءات لتقييد هذه الأمور، أعتقد ده شيء إيجابي، لأنه ده موجود في دول كثيرة أنه بعض التجاوزات والانتهاكات، ولكن أن تقوم القيادة والإجراءات المطبقة لإحتواء هذه الظاهرة أعتقد ده شيء إيجابي يشهد بذلك. وجود إعلام من الخارج يشاهد ويراقب العملية الانتخابية أعتقد ده مظهر آخر للتأكيد على نزاهة الانتخابات، أنه الانتخابات ليس مغلقة، لأنه بعض الدول لا تسمح لأي صحافة أجنبية أو أي صحافة من أي دول أخرى أن تدخل إلى البلد لمراقبتها. ثلاثة، أن الصحف في الكويت، الصحف يعني عندما أتابع بعض الصحف الكويتية تكتب بجراءة غير عادية، وبالتالي سقف الحرية في الكويت يكون أكبر رقيب على عملية نزاهة الانتخابات، وبالتالي الشعب نفسه هو رقيب الأول على الانتخابات، لأنه الأول ويصوت للصالح وليس لمن يحاول أن يتجاوز أو غير ذلك، وبالتالي الشعب هو واحد، القيادة السياسية بما تقوم به، الإجراءات المطبقة من قبل وزارة الداخلية، من قبل الضوابط على الإعلانات وعلى غيرها من الأمور، على المجالس الخاصة والدعايات الانتخابية، أعتقد كل هذه الأمور بتسير في اتجاه واحد، هو التأكيد على أهمية نزاهة الانتخابات، لأنه نزاهة الانتخابات في الداخل تعطي مصداقية لدى الشعب، تعطي مصداقية للتجربة
بكل في الخارج، وده مهم جدا، الداخل والخارج، أن يثق الشعب في نزاهة الانتخابات، أن يثق الخارج في التجربة الكويتية، وبالتالي تكون هذه هي يعني هو الهدف الذي يسعى إليه الجميع، أن تكون الانتخابات نزيهة حتى يكون المجلس سيد قراره، يقوم بدوره بدون أي علامات استفهام حوله، وحتى أن تستجيب الحكومة لطلباته ويكون هناك تعاون بين الطرفين. فالنزاهة هي ضمان لاستمرار المجلس لأربع سنوات، النزاهة هي إضافة لسمعة الكويت في الخارج، النزاهة هي إعطاء مصداقية لدى الشعب من قبل يعني من قبل النواب لدى الشعب، وبالتالي كل هذه الأمور تضفي قوة للمرحلة الجديدة التي تنوي أو التي تخطط القادة السياسية لأن تقوم بها الكويت في المرحلة القادمة. نعم، طيب أستاذ كميل، كيف ترى وتقيم التناول الإعلامي لمواكبة الانتخابات البرلمانية من حيث التغطية وأيضا التحليل، التناول الإعلامي لمواكبة الانتخابات البرلمانية؟ المواكبة بتحكي نفسها، في أكثر من 200 إعلامي جايين يعني من الخارج. نعم، وفي رقابة دولية على الانتخابات، يعني هذا كله بيعكس النزاهة وبيعكس أنه في تنظيم. وزارة الداخلية عم بتراقب عمليات الفساد، الرقابة الدولية عم بتراقب كذلك الأمر، وهيدي بكرة النتائج بتبين، حتبين أنه إذا ما نجي نعمل مقاربة بين الكويت وانتخابات الكويت البرلمانية وانتخابات الدول في الخارج، منلاقي أنه بعد دولة الكويت هي أنزه دولة إن كان عربيا أو على صعيد العالم. وشي الاعلاميين موجودين، يعني هي كلهم مقتربين يعني من برا، يعني لغات انجليزيه يابانيه صينيه من كل اللغات. نعم نعم. طيب استاذ خالد، يعني الاعلام اليوم واحد من المجالات اللي تاثر وتؤثر، كيف ترى هذا الاتجاهين فيما يخص هذا التناول الاعلامي في تغطيه الانتخابات ايضا؟ طبعا يعني خلينا نتكلم على الاعلام الكويتي الذي يعني انا شخصيا يعني ربيت على هذا الإعلام وعلى جراءة العناوين في الصحافة الكويتية وعلى اللغة والمفردة المختلفة في الصحافة الكويتية، يعني منذ صغري وأنا أتابع الصحافة الكويتية. اليوم الإعلام الكويتي هو الأساس، خلاف جميع وسائل الإعلام من جميع الدول. نتكلم على الإعلام الكويتي، الإعلام الكويتي يعني ما في قناة موجود اليوم إلا وتتحدث عن الانتخابات بحضور سياسيين، بحضور نواب مرشحين، بحضور إعلاميين. حقيقة الفترة اللي راحت أنا بتابع الإعلام الكويتي بدقة، تغطية يعني فريدة سواء كان في الإعلام المرئي أو المسموع في الإذاعات، حتى في الصحف وفي المواقع الإخبارية هناك تغطية شاملة. يعني أي شخص حتى الذي يعني ما يعرف ايش يعني انتخابات، مجرد لو ساعة واحدة يتابع الإعلام الكويتي راح يعرف ايش اللي قاعد يدور. ومن هذا المنطلق هناك بدأ الإعلام الآخر اللي هو إعلام دول الخليج، إعلام الدول العربية، الأساسة السياسة، الصحف الأجنبية في الخارج، جميع الفوكس يعني الانظار متجهة إلى هذه الانتخابات. فالإعلام يلعب دور كبير، يعني حتى الأطفال الآن، الأطفال في خارج دولة الكويت بيسمعوا أنه في انتخابات، يسمعوا كلمة مجلس أمة، يسمعوا بعض المصطلحات السياسية الذي يعني لا يعرفون معناها. نعم. فدور الإعلام مؤثر جدا على الشارع الخليجي والكويتي والعربي وعلى البيوت ذات في داخلها، حتى على تفكير الأطفال ويعرف أنه هناك في انتخابات. تحديدا هذه الانتخابات ترى يعني صدى الإعلامي للانتخابات 2022 من بعد المرسوم الأميري اللي حل فيه المجلس وقال أنه في انتخابات جديدة برغبة الشعب. من هذيك اللحظة والجميع وسائل الإعلام استنفار يعني بشكل كبير حقيقة، يعني وثقافة، أصبحت ثقافة مختلفة، يعني ثقافة أخذناها من الكويت وأصبحت لدينا في دول الخليج وفي دول كثيرة عربية وغيرها. فأنا أعتقد أنه الإعلام اليوم هو رأس الحربة، هو من يستطيع أن
يؤكد على نزاهة هذه الانتخابات هو من يستطيع أن يؤثر على الناس أيضا في كيفية اختيار المرشحين. عندما قال سمو ولي العهد أحسنوا الاختيار في الخطاب الأميري، الإعلام جالس حتى سوى هاشتاج يعني في وسائل الإعلام، وحتى الهاشتاج موجود في تلفزيون الكويت، مسار التغيير وأحسن الاختيار. هذه الرسائل الغير مباشرة قد يعتقد الناس أنها عادية، هي ليست عادية، هي مؤثرة. أنا عندما أراها أكثر من مرة وأبدأ أبحث عنها أعرف أنه أنا كمواطن كويتي، واسمحوا لي أن أقول أنا كمواطن كويتي، عندما أرى هذه الشعارات صدقيني عندما أنتخب حمشي على هذه الشعارات، لأن فعلا أنا أحتاج إلى تغيير المسار والبحث عن رفاهية المواطن. هذا أساس الشعوب قوية بماذا؟ الحكام قويين بماذا؟ قويين بشعوبها. أكيد صحيح. فلذلك الشعب اليوم هو صاحب الكلمة الفيصل. نعم. إذا ما أرادوا الرفاهية، إذا ما أرادوا أن يكون لديهم دولة عظيمة تستمر بعظمتها كما هي للأفضل، النزوات التي مرت بها والأزمات ستتجاوز في مرحلة جديدة، يجب أن الشعب أن يكون له كلمة حقيقية في هذه الانتخابات في كيفية الاختيار. إذا أحسنوا الاختيار بعد كذا ما حيكون في أي مشكلة لدى الكويتيين. صحيح. شكرا لكم. أكيد شكرا لك أستاذ خالد الدهر مدير تحرير صحيفة أكاد السعودية. شكرا لك أستاذ كميل شلالة رئيس تحرير The Middle East Time وشبكاتها الإلكترونية، يعطيك العافية. وأيضا شكرا لك دكتور سعيد شحاتة من بي بي سي أستاذ العلوم السياسية بجامعة لندن، شكرا يعطيكم العافية. شكرا. وشكرا لكم أكيد، وأكيد إن شاء الله معكم مشاهدينا مستكملين بقية هذه الحلقة من بعد الفاصل. رجعنا معكم مشاهدينا من بعد الفاصل، نستكمل معكم هذه الحلقة الاستثنائية من المركز الإعلامي المتواجد في شيراتون وهذه التغطية الإعلامية لتلفزيون دولة الكويت. انضموا لنا نخبة من الإعلاميين ليروا سير العملية الانتخابية وينقلون هذه التجربة الديمقراطية إلى العالم أجمع. نرحب بضيوفنا اللي أكيد انضموا لنا، السيد عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق المصرية وعضو مجلس الشيوخ، مرحبا أهلا فيك. وأيضا نرحب بسيد أسامة الرنتيسي رئيس تحرير الأول نيوز، أهلا فيك ستاب. وأيضا نرحب بالأستاذ جورج علم مدير مكتب الخدمات الإعلامية في بيروت، أهلا مساء الخير. أستاذ جورج، يعني لو أردنا أن احنا نعمل مقاربة بين التجربة البرلمانية الكويتية الديمقراطية عن غيرها، ما الذي ممكن أن تضيفه وأيضا تفيد فيه؟ دون أن أشك، أولا كل الشكر على هذه الاستضافة. حياك الله. وخصوصا في هذه المؤسسة الإعلامية التي هي ركن أساسي من أركان الديمقراطية في الكويت، وبالتالي إذا كان هناك من مناسب الحديث عن الانتخابات حاليا، فباعتقادي أن الحديث إنما يدور حول محورين. المحور الأول هو بطبيعة الحال أن يكون المواطن هو المسؤول عن قراره. نعم. بمعنى أن كل مواطن يتاح له أن يعبر عن رأيه في السياسة العامة من خلال اختيار ممثليه في الندوة البرلمانية، وهذا جزء أساسي من الحياة الديمقراطية التي تميز هذا النظام عن غيره من الأنظمة في العالم. الركن الثاني هو الإعلام، فباعتقادي أن الانتخابات والإعلام عنوان لا ينفصلان. نعم. لأن الإعلام إنما أيضا يعبر عن قناعات الشعوب، سواء كان هذا الإعلام بطبيعة الحال مسموعا أو مكتوبا أو مرئيا إلى ما هنالك، بالإضافة طبعا كما أشرت أنه المواطن من خلال الانتخابات يعبر عن رأيه في صندوق الاقتراع. لذلك باعتقادي بين الإعلام وبين الانتخابات هناك وحدة هدف ووحدة مصير أيضا، وبالتالي عندما نرى اليوم هذه المعركة الانتخابية إنما نسلط الضوء على ما سوف يجري في 29 من الجاري في المراكز الانتخابية، وأيضا علينا أن نصوت على الإعلام الكويتي الذي يرافق هذه المرحلة. باعتقادي أيضا هناك ملاحظة سريعة لابد من التوقف عندها، الملاحظة السريعة أن الشباب اليوم
والآلات أو ما يسمى بالتكنولوجيا الحديثة هي التي تدير المعركة بكل معنى الكلمة. يعني هذا الهاتف الذكي، هذا الكمبيوتر، هؤلاء الشباب هم الذين يأخذون المعركة، في حين أن السوابق، وبالتالي يعني أنا شاهد على ذلك، كانت المنتديات أو ما يسمى الديوانيات التي كانت تدير هذه المعارك. الديوانيات لا تزال قائمة، لكن لفتني الآن هو الشباب الذي يأخذ على عاتقه هذه المسؤولية من خلال وسائل الإعلام، من خلال يعني التكنولوجيا الحديثة، وهذا أمر مهم وتطور جد مهم طبعا في الحياة الديمقراطية، شرط أن يكون ملتزما، لأننا عندما نتحدث عن الديمقراطية إنما نتحدث عن الحرية المسؤولة. نعم. وليست حرية الفوضى، الحرية المسؤولة التي طبعا تعكس آراء الناس في النظام، في الحياة الاجتماعية السياسية الاقتصادية الثقافية التربوية، لكن ضمن التزام القوانين وضمن التزام الدستور وضمن التزام خصوصيات المجتمع، لأن هذا أمر أساسي. فما ينطلي على هذا البلد لا ينطلي على بلد آخر نظرا للفروقات في الثقافات وفي الاعتقادات والمعتقدات إلى ما هنالك. هذا باختصار يعني ما أريد طبعا أن أسجله في هذه الإجابة السريعة. نعم نعم. طيب أستاذ عماد، يعني لو أردنا تقييمكم للتجربة الديمقراطية الكويتية منذ بدايتها إلى وقتنا الحالي، ما هو تقييمك لها؟ قبل يعرف كثيرون يعني أو الشاع لدى الباحثين في الشؤون السياسية الكويتية والخارجية أن التجربة الكويتية بدأت مع انتخاب المجلس التأسيسي 1962، وعقبه أول مجلس أمة منتخب في 1963 بعد الاستقلال بقليل. لكن هناك تجارب كثيرة كانت مهادة الطريق للوصول إلى الدستور أو المجلس التأسيسي. هذا 1921 كان فيه تم يعني تجارب بسيطة تكرست أكثر سنة 1938، ثم 1939. نعم. مجالس بلدية ثم مجالس معينة من 10 ثم مجلس منتخب من 20، لم تستمر طويلة، لكنها كانت الإرهاصات أو الإشارة الأولى الأساسية لأن الكويت منذ البداية كانت تنوي أو كان لديها الرغبة الحقيقية في النهج الديمقراطي. وهذا مؤشر مهم جدا أنه الأمر لم يكن مجرد صدفة، وبالتالي التجربة ظلت تنمو وتنمو إلى أن حفرت لنفسها هذا المجرى العميق في الحياة السياسية الكويتية وفي الحياة السياسية العربية. طبعا لا توجد في عوالم السياسة ما فيش حاجة مثالية كاملة، هناك في أعتى التجارب الديمقراطية أحيانا بيبقى فيه صدمات، فيه أخذ ورد، فيه تجاذبات. الصراعات السياسية الطبيعية والتقليدية اللي هي جزء من سنة الحياة. المهارة دائما هو كيف يمكن التوفيق والموائمة ما بين هذه ما بين الحكومة والمعارضة، الأغلبية والأقلية وهكذا. وبالتالي أنا أظن تجربة المجلس الأمة الكويتي هي برهان إلى حد كبير عن نجاح السياسة العامة الكويتية ونجاح المجتمع الكويتي إلى حد كبير في إدارة حياته بصورة ديمقراطية إلى حد ما قياسا لظروف كثيرة في المنطقة العربية وفي الإقليم. وشفنا تعثرات لتجارب عربية كانت رائدة كثيرة جدا ثم انتكست للأسف الشديد. نعم. وتجارب لم تكتمل، وتجارب انتهت للأسف الشديد إلى حروب أهلية وقبلية وطائفية. صح. وبعضها تعثر كثيرا واضطرب. وبالتالي أن يحافظ الكويتيون على هذا المجلس، هذه نقطة في غاية الأهمية، أن أحد الضمانات الأساسية أن يظل الكويت في تقدم وفي ازدهار، أن هذا النموذج يتحول إلى نموذج معدي للمنطقة العربية. نجاح هذا النموذج هو نجاح للتجربة الديمقراطية في المنطقة العربية كلها، ولا قدر الله أي انتكاسة له هي انتكاسة للفكرة الديمقراطية وفكرة. صحيح. التشاور وفكرة يعني المبدأ الإسلامي وشاورهم في الأمر. وأنا أظن أنه يعني رغم كل ما يمكن أن نقوله من انتقادات مثل هذه التجارب والصراعات والحل، كانت هناك مرات كثيرة يتم فيها حل مجلس النواب لأسباب يطول شرحها، لكنها في النهاية عبرت إن لم يكن من ميزة لمجلس الأمة إلا أنه أتاح حرية الرأي، أن تستطيع أن يستطيع الشعب ممثلا في النواب مساءلة الحكومة ومراقبتها ومراقبة عملها، وده صلب العملية الديمقراطية. العملية الديمقراطية مش تلاسن أو استجوابات تحت قبة البرلمان. صحيح. لا، أن يضمن الشعب أو الناس
أن تكون حياتهم وحياة حكوماتهم تحت المجهر وتحت المساءلة وتحت المراقبة. وأنا أظن أن مجلس النواب وبمساعدة الحكومة وبمساعدة الأسرة الحاكمة نجحوا إلى حد كبير في يعني الحصول على أكبر قدر من ثمار العملية الديمقراطية. نعم، متفائلين إن شاء الله في انتخابات مجلس الأمة القادمة يعني بعد ساعات إن شاء الله، وكلنا نتفائل بمن سيمثل الشعب الكويتي في مجلس الأمة. برأيك أستاذ أسامة، شو اللي يميز التجربة الديمقراطية الكويتية في شقها البرلماني؟ في الموضوع البرلماني التجربة الكويتية هي تجربة يعني راسخة، مثل ما تحدث الأستاذ هي تجربة بدأت منذ عام 1932 بأول انتخابات لمجلس المجلس الأمة، وتطورت وحافظت الكويت على هذه التجربة حتى في المنعطفات اللي صارت في الكويت، يعني في منعطف التسعين، منعطف الغزو بعد التحرير، فورا الكويت رجعت إلى الحياة الطبيعية واستوعبت وهضمت هذا الغزو بشكل سريع جدا، وهذا يسجل لها بشكل كبير جدا. حافظت على العودة إلى الحياة البرلمانية لأنها النظام السياسي العام في الكويت ونظام المجتمع العام مقتنع تماما بأنه لا حياة إلا بالحياة البرلمانية، لا تطور في المجتمع إلا بتطور الحياة البرلمانية، حتى لو في بعض المناغصات. أنا بتابع الحياة البرلمانية في الكويت منذ سنوات طويلة، وبعرف أنه في هنالك يعني بيصير في فترات طويلة عدم تعاون بين المجلس وبين الحكومات، لهذا السبب بتم حل البرلمان والعودة إلى الشعب مرة ثانية، وهذا سلوك يعني ديمقراطي. التجربة البرلمانية الكويتية في هذا الموضوع تجربة ناضجة، حتى في موضوع تطوير القوانين الانتخابية منذ سنوات يعني حصل أكثر من قانون انتخابي في الكويت، وهي باتجاه التطور. يعني الكويت محافظة على هاي الحياة البرلمانية مع عدم وجود نقابات، مع عدم وجود أحزاب، بس محافظة على هذه في أشكال معينة من حماية الديمقراطية. بالديوانيات بيحمي الديمقراطية، المجتمع الكويتي عموما بيحمي الديمقراطية، الإعلام تحديدا يعني رافض رئيسي لحماية الديمقراطية والحياة البرلمانية. ما في خوف على الحياة البرلمانية، بالعكس هي في حالة تعزيز دائم، هي في حالة تطور دائم، وإحنا بنشوف كل سنة بيظهر عندنا حالات برلمانية كويتية بتنطلق من الوضع المحلي إلى الوضع العربي والوضع العالمي، وأبدا ما في أي خوف مرة ثانية على التجربة البرلمانية الكويتية، بالعكس هي تجربة تتقدم إلى الأمام دائما. جاري حديثنا بقية أكيد، وحديثنا يمكن ومحورنا القادم إن شاء الله عن الديمقراطية، كيف نصل بها إلى بر الأمان بظل هذه الأزمات اللي تعيشها العالم وأيضا منطقتنا. من بعد الفاصل خلكم معنا مشاهدينا. رجعنا معاكم مشاهدينا، ومن قبل الفاصل حديثنا كان عن الديمقراطية. نرجع معاك أستاذ عماد، يعني وسط هذه الأزمات المتلاحقة اللي تعيشها منطقتنا والعالم أيضا، كيف يمكن أن احنا نصل إلى الديمقراطية إلى بر الأمان؟ خلينا ناخذ دولة الكويت يعني كمقياس اليوم. دولة الكويت التجربة زي ما بدأت في البداية هي تجربة مميزة، لكن عشان نجاوب على السؤال ده مهم جدا أن أنت تشوف السياق العام الإقليمي والدولي. السياق الدولي للأسف الشديد احنا داخلين صعود الشعبوية، صعود النازيين، صعود القوى اليمينية المتطرفة، ده خطر في دول كتيرة جدا مش أذكر أسماء. اليمين المحافظ والشعبوي هو اللي بيوصل، أو اليسار المتطرف، ده مع مشكلة زي مشكلة المناخ، مع مشكلة أسعار البترول وأسعار الحبوب، ده مناخ دولي ضاغط بيبقى فيه مشاكل في العالم كله. فبالتالي الاستقرار السياسي في توقعات للأسف الشديد بتقول إن العالم داخل على ركود مصحوب بتضخم، ركود تضخمي. الحمد لله الذي نجى الكويت من أشرار يعني حاجات كثيرة من أعراض الأزمات الأخيرة، لكن أنت لا تستطيع أن أنت تعزلي نفسك عن المحيط الإقليم والعالمي. لكن أحد الحاجات التي تجعل الكويت بمأمن إلى حد كبير من هذه الأنواع والعواصف هو أن يكون هناك تماسك داخلي، أن يكون هناك ديمقراطية محسوبة ومتوازنة. الديمقراطية ليست ديمقراطية منفلتة في كل الأحوال، وإلا بتؤدي إلى كوارث. النقطة الثانية، الاستقرار، لا يوجد استقرار سياسي حقيقي بدون أن يكون هناك استقرار تشريعي، بدون أن يكون هناك تفاهم حقيقي بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. أن يعتقد أي طرف أنه قادر على أن يستأثر بالسلطة بنفسه أو يفرض جدول أعماله المتطرف هنا وهناك، هذا وهم في كل التجارب العالمية. وأنا أظن الكويت جربت ده ووصلت إلى نوع من
الرشادة السياسية، بمعنى أنها قادرة على المواءمة ما بين يعني الحكومة والمعارضة إذا جاز التعبير أو الإصلاحيين، وده نقطة الأمان المهمة جدا للتجربة. يعني إذا جاز لي كمواطن مصري عروبي أصنف نفسي عروبيا أنا أنصح الناخبين الكويتين اختاروا الأصلح، اختاروا الذي يجعل الحياة في البلد دي مستقرة، أن يتقدم إلى بر الأمان. فكرة الإقصاء وفكرة نحن وبعدنا الطواف لم تنجح في أي منطقة، والتجربة الكويتية نفسها خير شاهد على فكرة المواءمة. وبالتالي ظني أن التجربة الكويتية تحمل عوامل نجاح إلى حد كبير، طالما أن صوت العقل هو الذي يتغلب في النهاية. نعم أستاذ أسامة، يعني كنا قاعدين نتكلم عن التجربة الديمقراطية الكويتية يعني قديمة في المنطقة، ما أثر هذا الأمر أن تصبح مضرب مثل يعني دولة الكويت في هذه التجربة؟ يعني التجربة الكويتية هي مبنية على السياسة المتزنة اللي بيقودها النظام في الكويت. نعم. هاي السياسة المتزنة لم تحمي فقط الكويت بل حمت المنطقة. فأنا بعتقد أنه الحياة البرلمانية والحياة السياسية في الكويت هي حياة مستقرة، ما في عليها أي خوف، لأنه هذه الحياة نابعة من قناعات وليس فقط من ممارسات بتتم بالقطعة. هنا في الكويت مثل برنامج يعني إلى التطور الدائم. ما بعتقد أنه كل الأزمات اللي محيطة كانت الكويت بعيدة عنها، بالعكس كان لهم يد دائما في وضع يعني مبضع جراح لأكثر من أزمة حتى على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم. هذا الدور إذا بتقوم فيه الدولة فكيف لا تكون التجربة الديمقراطية والبرلمانية محمية في داخل البلد. أستاذ جورج، يعني اليوم يعني مثل ما شفت حضرتك الكل يعول على مسألة الوعي المجتمعي في حسن الاختيار، برأيك شنو هي المعايير اللي على أساسها يستطيع الناخب بأنه يختار؟ المعايير الحقيقة إنما نابعة من شعور وطني. نعم. ومن شعور مشغول لا شك طبعا. وأنا هنا أحيي التيارات السياسية لأن الديمقراطية هي فعلا مزيج من هذه التيارات، هذا التنوع. يعني الديمقراطية الحقيقة هي مأدبة عليها أصناف كثيرة من يعني الطعام، ولكنها تشكل وحدة متكاملة. لكن أعود فأقول أن نابعة أولا من الوطنية عند المواطن الكويتي، نابعة من إحساسه بضرورة أن يكون هناك إصلاح واستقرار. نعم. لأن الكويت بحاجة فعلا إلى الكثير من المشاريع ولديها الإمكانيات والطاقات والمؤهلات. بالطريقة اللبنانية بدي أحكيها، ما تستهونوا حالكم أبدا. يعني الكويت اليوم تحتل مقعدا مهمة في الأمم المتحدة من الثناء ومن التقدير ومن الأهمية. الكويت تحتل على المستوى العالمي المكانة الكبرى، خصوصا في الغرب الأوروبي والأمريكي، حيث تشكل صمام الأمان. ونحن نتحدث عن ديمقراطية عريقة تحترم هذه الديمقراطية، وبالتالي تحترمها بكل معنى الكلمة وبكل معنى الرقي. وكانت دائما المبادرة إلى رأس الصف العربي، إلى الدخول في مصالحات إذا كان هناك من إمكان للمصالحات، إلى إغاثة الشعوب الفقيرة، وإلى الأعمال الإنسانية التي الحقيقة يسجلها التاريخ بأحفظ نظام. الكويت على المستوى الإقليمي اليوم هي حجر الروحة من الاستقرار. أنا أتحدث عن منطقة مضطربة، كل هذه المنطقة التي من حولنا من المحيط حتى الخليج، الكويت تمثل حجر الروحة من الاستقرار. هذا الأمر مهم، وهذا يعود إلى الديمقراطية. أقول الديمقراطية هي عند المواطن، المواطن يجب أن يكون مسؤولا. نعم. هذا باختصار ما أريد قوله. نعم. أخيرا قبل لا نختم معكم أساتذتي، يعني ودنا توقعاتكم أستاذ عماد ابتداء فيك لانتخابات مجلس الأمة 2022. أنا تناقشت مع كثير من الناس المهتمين بالانتخابات، وتقديرهم ربما أنه ما بين مثلا 75 ربما يعاد انتخابهم من المجلس السابق، لكن لن أستبق النتائج وأقول دي كلها مجرد تخمين. لكن أنا تمنياتي يعني إضافة لهذا التوقع أن يكون هناك برلمان مجلس أمة متنوع يعكس التنوع الصحي الموجود في الكويت نمرة واحد،
انه الناخب يروح يدي صوته لمن اللي يرفع شعار الكويت. اولا مجلس الأمة الصحي المتنوع الإصلاحي هو الذي سيحمي الكويت بعيدا عن اي تحزبات او تحالفات. نعم استاذ أسامة، يعني على عجاله. على عجاله، انا توقعاتي ايجابيه للانتخابات. راح يكون هنالك وجوه جديده لانه العالم بتغير كمان، العالم يعني بده يسمع وجوه جديده. انا بعتقد بانه البرلمان القادم في الكويت راح يكون جزء من الاعمده الحقيقيه لرفع المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الكويت. هذا البرلمان الجديد، المجتمع الكويتي والحياه الكويتيه تحتاجه يعني في المرحله القادمه. وانا بتمنى يعني امنيه شخصيه ان يكون هنالك عناصر نسائيه يعني حقيقيه في داخل البرلمان، لانه دائما وجود النساء في البرلمان يعني يؤنث البرلمان أكثر ويهدئ من بعض الأصوات العالية في البرلمان، وبيكون نعم. البرلمان يعني أكثر أناقة في هذا الموضوع إن شاء الله. أستاذ جورج، من توقعاتك تفضل. هذا المركب الكويتي الديمقراطي الذي أبحر على بحر الديمقراطية بعواصف يعني عالية، هذا المركب يتجدد اليوم في هذا الاستحقاق ليرشح أكثر فأكثر على الديمقراطية ويبحر بعيدا نحو شاطئ الأمان. وأنا واثق بأن هذه الانتخابات ستكون انتخابات تغييرية نحو الأفضل، نحو الأكمل ونحو الأمثل، يعني أعطاكم الله العافية. نعم، شكرا لك أستاذ جورج علم، مدير مكتب الخدمات الإعلامية في بيروت. شكرا. يعطيك العافية. شكرا أستاذ أسامة الرنتيسي رئيس تحرير الأول نيوز، يعطيك العافية. وشكرا أستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق المصرية وعضو مجلس الشيوخ. شكرا. شكرا. يعطيكم ألف عافية. شكرا على حضوركم. شكرا لهذه التغطية، لهذه الحلقة الخاصة عبر تلفزيون دولة الكويت وهذا المركز الإعلامي المتواجد في الشيراتون. مشاهدينا، وصلنا معكم لختام حلقتنا. بالأخير عليكم بحسن الاختيار، ساعات قليلة تفصلنا عن انتخابات مجلس الأمة 2022. لكل مواطن كويتي حق التصويت، وكل مواطن كويتي عليه حسن الاختيار.